أهلا بكم من جديد. تحت رعاية مصرف البحرين المركزي، يستضيف خليج البحرين للتكنولوجيا المالية مؤتمر إنشور بايت لتكنولوجيا التأمين بشراكة استراتيجية مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF وجمعية البحرين للتأمين BIA. ويهدف المؤتمر لتسليط الضوء على دور تكنولوجيا التأمين في تحسين أداء الخدمات المالية والتعرف على أحدث ما توصل إليه هذا القطاع، بالإضافة لجذب المزيد من الاستثمارات. وللتعرف أكثر حول هذا الموضوع على أهم الموضوعات والاستراتيجيات التي سيتناولها المؤتمر، والذي سيقام خلال يومي 12 و13 من يونيو القادم في مركز الخليج للمؤتمرات، معنا عبر الهاتف السيد خالد سعد الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية. مساء الخير سيد خالد، وبداية لو تحدثنا عن أهم الموضوعات والفرص والتحديات الرئيسة التي تواجه قطاع التأمين في مملكة البحرين. يمسيك بالنور والسرور، ويسعدني أن أكون متواجد معكم. أولا، قطاع التأمين له باع طويل في البحرين، وفي البحرين حاليا توجد تقريبا 100 شركة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي في المجال. نعم. وهو يعتبر كأكبر رغم في منطقة الشرق الأوسط. فقطاع التأمين صار له مدة طويلة، والبحرين رائدة في هذا المجال، ولكن الفترة الحالية مختلفة عن الفترة السابقة. أولا، لازم نحط في عين الاعتبار أن المنافسة جدا شرسة في هذا القطاع. وثانيا، عموما اذا بننظر الى قطاع التامين في سواء في مملكه البحرين او في منطقه الشرق الاوسط عموما، المنتجات اللي موجوده تقريبا متغاربه. فبالنسبه لنا في البحرين، عدد كبير من شركات التامين وعدد السكان عموما محدود، فهذه تواجه في شركات التامين صعوبه كبيره طبعا من ناحيه الربحيه. وثانيا، في نفس الوقت قطاع التامين عموما نسبة الرغمنة في هذا القطاع جدا قليلة، حتى إذا بتقارنا بالقطاع المصرفي والقطاع البنكي تعتبر جدا قليلة، ونسبة الأتمتة اللي هي الأوتوميشن بعد قليلة. فمع تغيرات توقعات المستهلكين، شركات التأمين بتواجه صعوبات أكثر في أنها تستقطب وتحافظ على المستهلكين او الزبائن. طبعا النقطه الثانيه اللي تواجه قطاع التامين في منطقه الشرق الاوسط ان نسبه التامين من الناتج المحلي جدا قليله. فعندك مثلا في دول متطوره، دول غربيه او دول اسيا المتطوره، هذه يعتبر النسبه حوالي 7%، ولكن في منطقه الشرق الاوسط والخليج بين 2% تقريبا. بالحديث أستاذ خالد عن الشراكات الاستراتيجية، ماذا ستضيف لكم كخليج البحرين للتكنولوجيا المالية الشراكة الاستراتيجية مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية وجمعية البحرين للتأمين؟ طبعا معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية يعتبر واحد من المعاهد الرائدة، طبعا أول معهد الرائد في منطقة الشرق الأوسط، وعندهم أكاديمية حق التأمين دربت الكثير من البحرينيين والناس في قطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط، فبيعطونا خبرات كثيرة، وأيضا بيفتحون لنا أبواب لهذا المؤتمر في منطقة الشرق الأوسط. طبعا جمعية البحرين للتأمين تعتبر الجمعية الرئيسية المسؤولة عن قطاع التأمين في البحرين، وهي مرخصة أيضا من قبل مصرف البحرين المركزي. فجميع شركات التأمين موجودة تحت مظلتهم، فبالشراكة الاستراتيجية معهم احنا بنجيب خبراتنا، بالذات علاقاتنا الدولية، واحنا نستفيد من خبراتهم المحلية والإقليمية، وان شاء الله تكون هذه الشراكة فعالة ونطلع بصورة حلوة للكل يعني بإذن الله. أول مؤتمر يعتبر للتكنولوجيا التأمين في البحرين. السيد خالد سعد الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، شكرا جزيلا لك. عكست نتائج الدراسة السنوية لقياس رضا المتعاملين خلال العام 2018، والتي أعلنت عن تفاصيلها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مؤخرا، مزيدا من المؤشرات الإيجابية حول نمو الوعي بالخدمات الحكومية الإلكترونية المتاحة عبر مختلف القنوات، وارتفاع معدل ثقة الجمهور بالخدمات الإلكترونية وقنوات الحكومة الإلكترونية، لتحقق ما نسبته 85% في صورة تعكس زيادة نسبة الاستخدام في 2018.
هذا وأشارت الدراسة إلى أن اعتماد قنوات التواصل الاجتماعي كأحد قنوات التفاعل والاستجابة مع المتعاملين ساهم بتعزيز الوعي وزيادة معدلات الاستخدام لدى الجمهور، حيث بلغت نسبة الوعي بالخدمات الإلكترونية 93%، في حين بلغ معدل استخدام الخدمات 88% بحسب نتائج الدراسة. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث تقدم مؤشر البحرين العام بنسبة 0.37% مقفلا عند مستوى 1451 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات والفنادق والسياحة. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 11.772 مليون سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 2,453,000 دينار تم تنفيذها من خلال 141 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8849 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 1.72% لتكون الرابح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. أما سوق أبو ظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4997 نقطة كما هو موضح على الشاشة بارتفاع بلغت نسبته 0.84%. أما سوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2674 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.90%. قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح إن روسيا هي مصدر النفط الوحيد الباقي الذي لم يتخذ قراراً بعد بشأن الحاجة إلى تمديد اتفاق الإنتاج العالمي بين أوبك وحلفائها حتى نهاية العام. وأكد الفالح من موسكو اليوم وفق ما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أنه ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك ربما يكون لديهما فرصة أخيرة لبحث الاتفاق هذا الشهر في اجتماع مجموعة العشرين في اليابان قبل أن تعقد أوبك وحلفاؤها اجتماعا بشأن سياسة الإنتاج في فيينا. قال رئيس قسم الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني تيموثي فوكس إن تقديرات النمو الاقتصادي بدولة الإمارات تشير إلى نسبة تتراوح بين 2% و2.5% خلال العام الحالي. وأشار فوكس إلى التحدي الأكبر أمام النمو المتمثل في رفع الاستهلاك، كما أكد على أهمية الخطة التحفيزية من الحكومة بقيمة 50 مليار درهم خلال 3 سنوات، مؤكداً أن بعضاً من الإنفاق ينتج عن هذه الخطة بجانب الإعلان عن عدم تحصيل بعض الرسوم، وهذا يزيد من الثقة في الاقتصاد. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. تحسباً لبريكست، بريطانيا تبرم اتفاقية تجارية مع كوريا الجنوبية. توقع البنك الدولي استمرار تراجع نمو الاقتصاد التركي خلال العام الحالي 2019 تأثراً بالضغوط المالية وتراجع الليرة. وذكر البنك في تقرير أنه من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في تركيا ليسجل سالب 2.6%. ولفت التقرير إلى تأثر النمو في تركيا بالضغوط المالية التي وقعت في وقت سابق، إذ شهد اقتصادها ركوداً في أعقاب الضغوط المالية التي شهدها السوق عام 2018، فضلاً عن الضغوط التي شهدتها العملة التي خسرت 30% من قيمتها العام الماضي. ووصلت أدائها السيء خلال العام الحالي بتراجع بلغ نحو 15%.
ارتفعت عملة البيزو المكسيكي أمام الدولار الأمريكي بنحو 2.3% خلال التعاملات بعد التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التوصل إلى اتفاق موقع مع المكسيك، وأن التعريفات الجمركية التي كان مقررا تنفيذها على الواردات من المكسيك بنحو 5% سيتم تعليقها. وشدد ترامب على أن المكسيك وافقت على اتخاذ إجراءات قوية لوقف موجة الهجرة عبر حدودها وإلى الحدود الأمريكية الجنوبية. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. توصلت كوريا الجنوبية وبريطانيا إلى اتفاقية للتجارة الحرة الثنائية من حيث المبدأ، في إطار الجهود المبذولة للاستجابة إلى احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر المقبل. وأعلنت المديرة العامة لمكتب السياسات التجارية في وزارة التجارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنوبية يوم يونغ هي ووزير التجارة البريطاني ليام فوكس عن إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين من حيث المبدأ بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية. وتركز الاتفاقية على ضمان الاستمرارية والسلامة في التجارة بين كوريا الجنوبية وبريطانيا من خلال الحفاظ على العلاقة التجارية بين البلدين على مستوى مماثل لاتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.